واحد من مدقات البرنامج في السابق الشيخ طوطو الدليمي، حب أبارك لانتقال المجال الشعري. أنا ما متابع أخباره بصراحة، بس سمعت بيه صاير شاعر، تعرفون يعني رجل دين بهذا عقاله ولحيته وغترته وصوت الجهوري وحماس المعهود. من يصير شاعر أكيد راح يكون شاعر غضنفر وعرمرم وصنديد. راوني شباب طه الدليمي وين ما وين، إيش دي يسوي بحياته هالأيام، وين بشنو ملتي؟ كلميني وخذي عمري وأحلام سنيني، كلميني وخذي عمري وأحلام سنيني، كلميني ودعيني أتملى رعشة الغصن على عزف الرعود. كلميني، ما لي بجنبذة ظن العراق بها، أشمها وتعود الروح للبدن. لك عشان شو بروحك؟ هلي شو صاير شاعر وحساس ما شاء الله، محمود درويش انت شو عسى؟ ولك هليش بشرفك انت ما الشاعر ومطرف ورقيق انت؟ لو هذا اجى ونطع ورده فسوى روحه متفاجئ بالورده. هذا قال الحكي قبل شوي وشال الوردة بمكان لاخ. هم طلعين الوردة وياهم درب كل شوي يحطوها بمكان ويسووا روحهم متفاجئين اللي شافوها. طه الدليمي، طه الدليمي، شيل الورد. هاك طوطو احنا سوينا لك الفيديو احلى من هذا الخريط مال رعشة الغصن. رعشة الغصن شنو؟ شنو رعشة الغصن؟ بس انت الاغصان مالتك تتج. ترى الأغصان تتكاثر بالتطعيم والتلقيح، ماكو رعشة بالموضوع، الأغصان ما عندها أورغازم. أنا أنصحك تسوي كوميونيتي بالفايبر وتدز بيه أشعارك وتحط استيكرات شايل بيها ورد وتناقلوها أنصارك ومريديك. وهك هذا فيديو سوينا لك إياه تقدر تدزه لجماعتك بالفايبر، أحلى من الفيديوهات مالتك، مو كان جمعة مبارك. 아طلع خربان ابالي بعده مثل قبل، بس زين زين. انا حي على هذا الانقلاب، واتمنى لكم شيخ زعطوط وكم سيد ما مستقر ببالي يحذون حذوه ويروحون يحيرون بالشعر ويكتبون خواطر ويخيطون حديد وخشب ويعفون بحالنا، او يمارسون لعبه من هنا وهناك، لانه من وراهم العدو علينا راح يبول. طوطو تعال انت مره لخمن تسوي فيديو مال شعر وهالسوالف، لا تخمط الافكار من الاغاني، لانه اي حركه الورد انت خامطها منها. حبيبك منتظر يا عاشقة الورد. يا اخي اكو شله مال المتدينين وين يروحون يخمطون؟ تشيلهم اخير شيء تذبهم بالشعر يخمطون هالبنيه المسكينه خطيه. نفس الحركه يا سبحان الله، بس الفرق هاي من تشوفها تقول فدوى لله، هذا من تشوفه تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أخي.